مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي اليوم، الموسم السادس على قناة الصحة والجمال. الحلقة دي هتهم كتير من السيدات في مصر والمجتمع المصري. احنا لسه طالعين من شهر مبارك، شهر رمضان، وبعديه كانت فترة الأعياد. ده تسبب ان كتير من المناسبات في البيت المصري كانت متأجلة للفترة دي. عشان كده الحلقة دي هنعرف ازاي تعتني بالعناية الشخصية او بمستحضرات التجميل، ازاي تستخدميها في افضل السبل، وازاي تعتني بيتك عشان يظهر بشكل مشرف. خليني في البداية أرحب بضيفتي الكريمة، معايا الأستاذة عفاف صبري، صاحبة جاليري فلوري للأنتيكات والتحف. أهلا وسهلا. مساء الخير أستاذ عفاف. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ عفاف، في البداية لما أتكلم مع حضرتك عن جاليري فلوري، أنا لقيت إن الجاليري عندك بيقدم اللاست تاتش أو لمسة فنية تخص البيت المصري. عايز أعرف بداية المشروع أو فكرته ابتدت معاك إزاي؟ إحنا بدأنا المشروع من 4 سنين تقريبا، يعني من 2017. بدأت الأول عملت صفحة وجروب أونلاين، الحمد لله الناس حبت الموضوع. تمام. فتحنا مكان صغير شوية، بعدها قعدنا سنة وفتحنا مكان أكبر، وحاولنا بقى نجيب منتجات كتير بحيث يبقى متنوع، يعني ده تنوع كتير في طيب خليني سنة. برضو أعرف منك التنوع الموجود عندك، إزاي تقدر كل سيدة بتتفرج علينا دلوقتي إنها تضيف لمسة جمال على بيتها؟ يعني تحاول يعني تجدد تطور، مش دايما كل حاجة تبقى ثابتة طول الوقت، نفس الألوان نفس الشكل نفس الديكور، تحاول تغير تجدد الستاير، التحف، الأنتيكات، حتى لو البيت كلاسيك ممكن هي تحاول تشوف كورنر فيه تعمله فلوري مبهج، ألوان فاتحة شوية، تغير في ألوان السجاد، في كوفر للسجاد طالع جديد ممكن نغير فيه اشكال السجاد مع ثبات السجادة مثلا زي ما هي. كل الحاجات دي بتاتشات بسيطة بس بتفرق كتير في شكل البيت. طيب حضرتك ذكرتي ان الجاليري بيقدم تاتشات بسيطة، بس عايز اقول لك على حاجة، التاتشات البسيطة او اللمسة الفنية اللي كانت موجودة عند حضرتك تسببت ان كان ليكي عدد متابعين بشكل كبير جدا ورقم محترم على السوشيال ميديا. عايز اعرف منك التجربة دي ازاي تبقى مصدر الهام لكل سيدة بتتفرج علينا دلوقتي؟ ازاي قدرتي انك تقنعي السيده المصريه انها تبتدي تتجه لفكر الاونلاين وانها تشتري منتج حضرتك عن طريق الفيسبوك؟ والله انا حاولت ان انا يعني ادخل فكر جديد، الوان جديده، احاول يعني ان انا اغير لاين شويه من الكلاسيك والغوامق، حاولت ان انا اجدد، مع احترامي طبعا الكلاسيك ليه ذوق راقي جدا وشيك وناس كتير بتحبه، بس انا حاولت ايه ندخل حاجه جديده شويه مختلفه. بدأت أدور وأجيب منتجات جديدة، أنسقها أنا بنفسي في كورنر عندي في الجاليري وأبدأ أصورها أعرضها على الصفحة. الناس حبت طريقة التنسيق، طريقة الشغل، حتى في منتجات أنا بعمل لها فيديوهات لطريقة استخدامها، يعني في حاجات بتبقى لسه جديدة محدش يعرفها، فبنحاول نعمل لها فيديو تتحط في الوضع الفلاني، طريقة استخدام، بحيث برضو إيه الناس حبت الفكرة وبدات بقى يبقى في اقبال على الموضوع اكتر. طيب برضو خليني اسالك، كتير من السيدات بيبقى ليها اذواق مختلفه، يعني احنا ممكن نتكلم على انتيك مثلا موجود عند حضرتك او نوع من انواع السيرفيس او التقديم في المناسبات، ببقى انا مثلا عايزه بالوان معينه او سيده اخرى تبقى عايزاه بشكل اخر، ازاي بتقدري ان يبقى في مرونه عندك في المكان بحيث انك ترضي كل الاذواق؟ بحاول، في دي حقيقه حاصله عندنا، يعني في شغل عندنا مودرن، في شقق وعرايس بيتجهوا دلوقتي تجهيزات بيتهم بيبقى مودرن، فبنجيب الوان بقى ماتريال زي الخشب، الوان فاتحه زي الوان الباستيل، البينك، البستاج، الالوان دي متوفره عندنا، وكذلك الحاجات الفخمه بقى، التقديمات الفخمه، صواني، شيلات كحك مطعمه بماء الذهب، الوانات كلاسيك فخمه، وفي حاجات فينتاج من البنين، فبنحاول يعني نرضي كل الاذواق. طيب لما بيجي لحضرتك سيده بتكون عايزه الوان معينه، هل بتقدري انك ترسمي لها شكل تخيلي او بتتناقشي معاها ان شكل المنتج هيكون ازاي في الاخر، ولا الموضوع بيكون خلاص حيز التنفيذ؟ لا احنا فعلا يعني احنا اصلا عندنا في الجاليري في خدمه بنقدمها ان احنا بنساعد كل العملاء او العميل يعني اللي محتاج مساعده ان احنا ننسق معاه ديكور بيت، يعني لو في ست بيت عايزه تجدد البيت بتاعها، عايزه مثلا كورنر او ترابيزه تلفزيون او كوفي كورنر، ممكن بتصور لنا المكان، حتى مش لازم تيجي لحد الجاليري لان احنا طبعا في محافظه، بس بنوفر كل الخدمات لكل المحافظات. فممكن حد من محافظه تانية يعني يحتاج ان هو يجدد حاجه في البيت،
فبنطلب منه يصور لنا المكان اللي عايز يعمل فيه شيء جديد يعني، وبنحاول نساعده بأفكار، بتحف، بأنتيكات، نطعم الحاجة اللي عنده بحيث نجدد ونطور ونرضي طبعا كل عميل محتاج حاجة. طب استاذه عفاف، حضرتك قلتي نقطه مهمه جدا، ان بتحاولي تعرضي على العميله عندك او كتير من السيدات افكار جديده. في كتير من البنات بيكون سنهم صغير وبيكون لسه البيت في السنين الاولى من الزواج، فبالنسبه لها ما بتبقاش عارفه ازاي انها تهندل مناسبه او تهندل حاجه في بيتها يكون شكلها كويس. النوع ده من السيدات لما بيجي لك هو عايز يعمل حاجه كويسه بس مش عارف شكلها ازاي، هل بيقدر مثلا لو سيده بعتت لك شكل البيت عندها بتقدري ان انت تضيفي لها افكار جديده، وفي نفس الوقت طب انا الفكره لما اسمعها من حضرتك كلام ببقى محتاج صوره تخيليه عنها، ازاي بتقدري تنسقي الموضوع ده؟ يعني هو الحمد لله انا عندي يعني نوعا ما بحب المجال، بحب انسق، بحب اوفق الالوان، يعني بحاول اطور في نفسي. فلما بيبقى البنوتات الصغيرين بقى جايين عايزين يعني في كتير بيبقى مثلا انا عندي اوضه النوم وصالونه الستاره كذا والسجاده كذا، ببقى عايزه مثلا اباجوره، عايزه نجفه شكلها كذا، فبحاول ان انا توريني الصوره مثلا، طب تعالي افرجك على حاجه. حتى لو المنتج مش متوفر عندي بقدر مثلا، عندي ان انا بتابع طبعا الديكورات والتنسيق والشغل ده كله، بيبقى عندي داتا ليهم. ممكن مثلا حاجه فكره معينه انا اجيبها لها اعرضها عليها حتى لو مش موجوده عندي. تمام. بس ببقى بساعدها، ده طبعا يعني بيخلي فيه ثقه مع الناس وبيجيب لي بقى شغل اكتر. طيب استاذ عفاف، انا عارف ان حضرتك ليكي لمسات جماليه كتير من المنتجات، احنا دلوقتي هنعرض كتير من المنتجات موجوده في جاليري فلوري، عايز حضرتك تحكي لي قصه كل منتج كانت ايه وازاي جالك التخيل او التصميم للمنتج. تمام. يعني خليني كده قولي لي برضو الانواع الموجوده عند حضرتك. بص حضرتك احنا عندنا بنقدم يعني 90% يعني زي المنتج ده مثلا، ده مثلا دي صينيه معدن القاعده بتاعتها مرايه. تمام. والفراشات دي برضو معدن، دي شيك جدا في تقديم. ومش بس التقديم، يعني ممكن مثلا تحط على تسريحه، تحط عليها البرفيوم، الاكسسوارات، يعني ليها استخدامات كتير. شكل التصميم بيبقى فيه مناقشه مع العميله قبل ما نبتدي فيه، ولا بيبتدي ان حضرتك بتتخيلي شكل التصميم وبعدين بتعرضيه عليها؟ لا بصراحه انا بنقي الحاجات على ذوقي، بس بحاول برضو احط في اعتباري ان الحاجه تبقى مناسبه كل الاذواق. يعني لو حد طلب تعديل في اي صوره او في اي منتج بتقدري انك تعمله له على قد ما بقدر. طيب بالنسبه للمنتج ده، ده جرامافون، ده جرامافون حقيقي معاه اسطوانات بيشتغل. يعني ده شغال؟ ده شغال مش حقيقي. أنتيك. لا مش انتيك. شنطه بتنفتح معاه اسطوانتين. تمام. وبيتوصل بيو اس بي. تمام. ممكن نوصله ببلوتوث بيشتغل برضو، ومعاه وصله ممكن نوصل له سماعات مكبره كمان، يعني هو ليه استخدامات كتير جدا غير طبعا شكله. طب خليني برضو اسالك يعني الناحيه الفنيه، انا عرفت حضرتك بتعملي التصميم، طب من ناحيه يعني انا حضرتك دلوقتي بتقولي ان هو في يو اس بي بورت وفي استخدامات كهربائيه، ازاي بتقدري انك تعملي مراحل التصنيع دي للشيء؟ لا مش انا اللي بصنعها. في حاجات منتجات معينه بسيطه انا بادئه لسه ادخل في المجال ده، يعني حاجات بسيطه زي ديسك مثلا، كوفي كورنر، دولاب، نيش، بحاول انا اصممهم، لكن دي منتجات مستورده انا اصلا بجيبها، يعني انا بستوردها. في حاجات انا بستوردها عليه. وفي حاجات انا بشتريها، يعني بتبقى متوفره اصلا في السوق وبشتريها للجاليري. وفي منتجات انا بستوردها زي معظم الاجهزه الموجوده. طيب خلينا بمناسبه ان احنا بنتكلم على المناسبات، منتج زي ده عايز اعرف تخيل التصميم بيجي لك منين؟ لا ده مش مصممه برضو، ده منتج مستورد. انا مستورده من بره. امال الاضافه بتاعت حضرتك بتكون في ايه؟ انا في يعني في ديكور، يعني زي كرسي، نيش، كوفي كورنر، الحاجات اللي هي بتحتاج تصنيع في ورش، في ورش نجاره وورش حديد. بتقدري انك تخلقي نقطه اتصال بينك وما بين الورش؟ ايوه كده. بتعملي الرسم للتصميم؟ اعمل رسم التصميم وهم بينفذوه، اختار الالوان واختار الشكل والمقاس وهم بينفذوه. طيب بالنسبه للمنتج ده ممكن تحكي لي قصته كانت ازاي؟ دي صينيه المفروض ان هي صينيه تقديم برضو، بس ده المقاس الصغير بتاعها. تمام. حبيت ان انا اعمل لها شكل مختلف، حطيت فيها التمثال ده وفازه والتمثال في نفس الوقت انتيك يعني. والعصفورتين دول برضو حطاهم كده. طب خليني برضو اسالك سؤال، في كتير من السيدات بتبقى في محافظات مختلفه،
ازاي قدرتي تخلقي نوع من الشحن او التوصيل السريع من مكانك لكل المحافظات؟ والله احنا وفرنا الشحن ده لشركات شحن كتير جدا. وبشغل برضو معايا مناديب خاص، مندوب برضو لازم يبقى فيه مواصفات معينه. انا عرفت ان في سرعه عند حضرتك في توصيل المنتج بشكل كبير. يعني المنتج بيوصل خلال يوم او يومين من يوم، مش من تاريخ الشحن بالظبط. والحمد لله يعني وصلنا لكل المحافظات تقريبا. في نقطة مهمة جدا يا أستاذ عفاف، احنا لاحظناها في كل المنتجات اللي بنعرضها على الشاشة، تنسيق الألوان. يعني عايز أعرف من حضرتك، بتقولي لي إن في نوعين من الستايل، في اللي السيدات اللي هم بيكون سنهم صغير متجهين لستايل المودر، وفي بيبقى عايز الفاينتاج أو عايز الحاجة الكلاسيك. عايز أعرف منك إزاي بتقدري تدمجي ما بينهم، والألوان إزاي بتستخدمي مجموعة ألوان تطلع لك الستايل المودرن ومجموعة ألوان تانية بتطلع لك الستايل الكلاسيك. هو في لاين اصلا جديد دلوقتي متجه ان بندخل الستيل مع المودرن، يعني حتى لو البيت كله ستيل او كلاسيك او اي حاجه بناخد منه كورنر بنعمله مودرن، سواء بقى تراس اللي هو السيمي كلاسيك يعني. ايوه، فاحنا بنحاول نوصل لحاجه وسط ما بين الاثنين. ازاي بتقدري انك تفرقي ما بينهم؟ يعني معايير اختيارك للمنتج بتكون التنسيق ازاي؟ يعني عايز اعرف ان دلوقتي انا لو عايز اعمل حاجه ستيل او كلاسيك، يبقى اسلوب الشغل حضرتك هتتبعيه بيكون ازاي، وازاي بتفرقي ما بينه وما بين المودرن؟ والله هو ده بيبقى واقف على العميله، يعني العميله ذوقها ايه، نقعد نتكلم معاها يعني حابه ايه، امكانياتها كمان الماديه ايه، لان طبعا الامكانيات الماديه بتفرق كتير. طب خليني بقى اسالك على المنتج المميز ده، يعني البيانو ده كان ازاي تصميمه؟ ده بيانو معدن. استخدمناه كبونبونيره، وممكن العروسه بتستخدمه بمبنيره ايام الفرح، وبعد الفرح بتحط فيه بقى وارد، تحطه على البوفيه او قطعه انتيك في البيت او انتيك بنحطه على البوفيه على السفره. يعني بتستخدمها انتيك، لان مفيش حاجه استخدامها بيقف. تمام. ده طقم قهوه برضو مستورد. كل فنجان لون، ده كان عليه اقبال فظيع يعني. طب خليني اسالك، يعني البيانو اللي احنا لسه متفرجين عليه دلوقتي، حاجه زي كده انا كمشاهد بتفرج عليها هفتكر ان الاسعار عند حضرتك عاليه جدا، لان احنا بنتكلم على انتيك بتدي لمسه حقيقيه في البيت. خليني اعرف، هل الاسعار لمنتجات زي دي بيكون في متناول الجميع؟ في متناول الجميع، الاسعار كلها في متناول الجميع، يعني مفيش، حتى لو انا في منتجات بجيبها غاليه شويه بس ما بتبقاش كتير، لكن انا بحاول دايما استهدف الحاجه اللي سعرها وسط. طب خليني بقى استغل وجودك معايا النهارده ونوجه عرض حصري لكل السيدات المشاهدين لينا في برنامج حكاوي اليوم على قناه الصحه والجمال، ان في خصم 20% من مؤسسه جاليري فلوري لاخر الشهر. طيب خليني برضو اتكلم مع حضرتك على نقطه مهمه، انا عرفت ان حضرتك شغاله برضو في مجال المفروشات او الديكوريشن للمفروشات، ازاي قدرتي تخشي النوع ده من الصناعه، بالاخص ان هو في شركات محتكره له؟ والله انا بادئه جديد فيه. يعني مش هكذب على حضرتك، انا لسه بادئه جديد فيه، بس برضو بحاول اجيب قطع مميزة، يعني بحاول، مش دخلت فيه كله اللي هو ملايات ومفروشات وفوط، لا بدأت مثلا أجيب بطانيات، مفارش صفرة فلوري، وخصوصا اعتمدت فيه على الهاند ميد، لأن الهاند ميد دايما مميز، يعني الحاجات دي طلبتها أنها تتنفذ هاند ميد، مفارش، مفروشات، كوشنات، أشكال كتير ومختلفة. طب من ضمن الحاجات اللي حضرتك قلتيها يا استاذ عفاف ولاحظناها كمان في المنتجات، ان حضرتك ليكي شغل في الاوت دور، يعني لو احنا عندنا جناين مثلا او مكان مساحه فاضيه بنقدر ان احنا نشتغل فيها. خليني اعرف المنتجات الاوت دور اللي تم عرضها ازاي بتقدري تعمليها ديكوريشن بتاعها ويبقى مناسب مع الانفايرمنت او هي تبع زي ما قلت لحضرتك، هي تبع الخدمه اللي احنا بنوفرها مجانا في الجاليري، لكن انا مش بروح مكان معين وابتدي اشتغل. انا بتكلم على تنسيق الالوان للشكل. التنسيق هو بصراحه انا حاولت اجتهد على بحيث عشان ابقى مميزه. تمام. حاولت اخد كورسات على النت، اطور في نفسي، اتابع، اشوف شغل بره، يعني حاولت اخد خبره بحيث ان انا اشوف الحاجه اعرف انسقها كويس. يعني حضرتك بنقدر ان احنا نفرق ما بين الاستايلات في 2020 و2021، نقدر نقول ان احنا عندك اداه الوصل اللي بتخليكي اب ترند. ايوه، يعني حضرتك شفت من بدايه شغلي هتلاقي فرق كتير، فرق في التصوير، لاني برضو حاولت اخد كورسات في التصوير عشان ابرز المنتج بتاعي بصوره حلوه. تمام. كل المنتجات دي انا مصوراها بنفسي في الجاليري. يعني ما فيش شركه سوشيال ميديا او وكاله ماسكه لحضرتك التصوير؟ انا اللي عامله دايما بيه كله. ايوه كله، عامله كورنر في الجاليري عندي وعامله له الديكورات بتاعته، وكل فتره بغير الديكورات عشان ما يبقاش على طول الحاجه. تمام. نفس الشكل ونفس النمط. فبحاول اغير كل فتره، وكل المنتجات دي انا مصوراها بنفسي. طيب استاذ عفاف، كتير من السيدات لما بيكون
حابه انها تجيب حاجه انتيك او تحفه، كلمه انتيك نفسها بيبقى عندها في مخيلتها ان دي حاجه هتعيش معايا العمر. خليني اسالك، ازاي اقدر اضمن لما اجي اتعامل مع حضرتك ان انا هاخد منتج خاماته كويسه وبالسعر المناسب؟ والله انا يعني على قد ما بقدر موضوع السعر بحاول اوفره بسعر كويس، لكن موضوع الخامه ده انا ما بتنازلش ابدا ان انا اجيب افضل خام. يعني لو في عندي خامه نفس الشكل بس خامه اقل شويه او اقل في السعر وخامه اقل شويه، بفضل ان انا اجيب الحاجه الاغلى، لان الحاجه اللي خامتها كويسه بتدوم وبتعيش والعميل بيجي لي تاني، لكن مش هياخد مني مره حاجه بسعرها قليل او خامه مش كويسه، عمره ما هيجي لي تاني. استاذ عفاف انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. اعزائي المشاهدين، فاصل وهنرجع نتكلم عن موضوع مهم جدا مع الخبراء في عالم مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، انتظرونا.